للمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي خليفة أدهم المتخصص في الشأن الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خليفة. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. كيف قيمت السرعة في تنفيذ التكليفات الرئاسية التي وجه بها فخامة الرئيس السيسي بالأمس أثناء خطابه في ختام المؤتمر الاقتصادي بتوسيع حزمة الضمان الاجتماعي، والتي ترجمت قبل قليل في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه فخامة أو دولة رئيس الوزراء عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟ ده بيعكس قد إيه التعاطي والسيد الرئيس مع الشارع ومتطلباته، وان الحقيقه ده مش اول قرار اتخذ السيد الرئيس، كان قبل كده سبق عده قرارات وحزمه اجراءات مهمه جدا. شفنا قبل شهور في مارس الماضي السيد الرئيس اعلن ووجه الحكومه بسرعه تنفيذ بعض الاجراءات المهمه جدا اللي كانت المفروض تنفذ مع بدايه السنه الماليه في يوليو، تم تقديمها وتسريع تنفيذها في ابريل، وده للتعاطي والحقيقه مع التحديات اللي بيواجهها في ارتفاع الاسعار على مستوى العالم كله، وما نتج عن الحرب الروسيه الاوكرانيه من زياده كبيره جدا في الاسعار السلع الاوليه والسلع الغذائيه وانعكاساتها على كافه الدول وخاصه الدول المستورده للغذاء زي مصر، فانعكس على الاسعار في الشارع. فكانت هذه التوجيهات ده بيعكس قد ايه السرعه في اتخاذ الاجراءات والتوقيت اتخاذ القرارات والاجراءات مهم جدا جدا، لان ده الحقيقه بيفعل وهذه القرارات وتؤتي ثمارها بشكل سريع جدا للتجاوب مع التحديات والمشاكل وتمتص هذه المشاكل، كما وعد السيد الرئيس سابقا ان هو الدوله سوف تتولى تخفيف الاعباء وتحمل الاعباء عن المواطنين قدر الامكان وفي اطار امكانياتها خلال الفتره المقبله. فده الحقيقه الجرعه الثانيه من هذه او الجرعه الثانيه ايضا من هذه حزمه الاجراءات الحمايه الاجتماعيه مهمه زي ما حضرتك اتفضلتي، واعلن السيد رئيس الوزراء ان هو تم زياده الحد الادنى للاجور الى 3000 جنيه، يعني من 2700 كان في يوليو الماضي تم رفعها من 2400 ل 2700، يعني احنا بنتكلم في شهور معدوده تم رفعها من 2400 ل 3000 جنيه. ايضا فيما يتعلق بحزمه الاجراءات المهمه جدا لاصحاب البطاقات التموينيه، احنا عارفين كلنا ان اصحاب البطاقات التموينيه هي تمثل حوالي 30 من المجتمع المصري او يعني غالبيه الحقيقه او كل الطبقات محدوده الدخل، وايضا الطبقات الوسطى بتستفيد من هذا الدعم التمويني، وبالتالي الحقيقه ده حاجه اجراء ثاني مهم جدا. ايضا اصحاب المعاشات اللي هم 10.5 مليون هيستفيدوا من المكافاه او حزمه الدعم الاستثنائي او لشهر مؤقت 300 جنيه، وايضا اصحاب العاملين كلهم في الجهاز الاداري للدوله بالاضافه لرفع الحد الادنى الى 3000 جنيه، في ايضا اللي هو 300 جنيه صرفها بشكل استثنائي لمده شهر. فده هيفيد، شوف لما نقول 6 مليون تقريبا عاملين في الجهاز الاداري، 10 مليون ونص يعني بنضرب فيه تقريبا اربعه، يعني ده بيعكس قد ايه ان فيه تقريبا حوالي نصف المجتمع تقريبا هيستفيد من هذه العلاوات وهذا الدعم، بالاضافه الى اصحاب البطاقات التموينيه، بالاضافه الى حزمه الاجراءات الاخرى اللي حضرتك اتفضلت واعلنت عنها. كما قال السيد في المؤتمر الصحفي السيد رئيس الوزراء اعلن ان توجيهات السيد الرئيس ان لاخر دراسه الحقيقه الغاء القيود على الاستيراد وحركه التجاره الداخليه خلال الفتره القليله المقبله، ومن ضمنها واهمها الاعتمادات المستنديه، وده الحقيقه بيعكس قد ايه التجاوب وسرعه اتخاذ الاجراءات. وكان بشائر الخير الناتجه عن المؤتمر الاقتصادي بدات تعم المجتمع المصري في يعني بادره امل تعطى للمواطن المصري، تعكس اهتمام الدوله بهذا المواطن محدود الدخل. بكل تاكيد يعني حضرتك لما يخرج المؤتمر امبارح بتوصيات مهمه تتم ترجمتها على الفور كما وعد السيد الرئيس امس في كلمته في ختام المؤتمر، قال احنا ملتزمين بكل هذه النتائج وخريطه الطريق والتوصيات اللي اعلنها المؤتمر، واعطى توجيهاته مباشره للحكومه بسرعه تنفيذ هذه التوجيهات. واكد السيد الرئيس في كلمته في نهايه كلمته الحقيقه جمله مهمه جدا جدا،
قال للقطاع الخاص اطمنوا انتم معانا ونحن معكم وبكم ندفع التنميه ويسير التقدم. فده الحقيقه ملحوظه مهمه جدا، يعني المؤتمر ما كانش بس على مدى 3 أيام نسمع للقطاع الخاص ونتحاور معاه وخبراء الاقتصاد، وخبراء الاقتصاد اللي الحقيقه اللي افادوا ربما جاء رفع القيود على حركه التجاره كما اشرت حضرتك قبل قليل في هذا الاطار في دعم القطاع الخاص. بكل تأكيد، يعني الحقيقة وسرعة اتخاذ هذه الإجراءات، وخاصة خبراء الاقتصاد وكلهم تحدثوا عن أن في ارتفاع في الأسعار في كافة دول العالم. شفنا بريطانيا 10.1% معدل التضخم، أعلى مستوياته في، شفنا الولايات المتحدة منطقة اليورو أعلى مستوياتها معدل التضخم منذ 4 عقود. كل دول العالم بتعاني من معدل تضخم مرتفع، الأسواق الناشئة كلها. فالحقيقة كانت التوصيات والحوار أفرز على ضرورة الحقيقة اتخاذ حزمة إجراءات مهمة جدا. السيد الرئيس وكأن الحكومة كانت بتدرس هذه الحزمة والإعداد ليها في قبل انعقاد المؤتمر، وتم الاسترخاء بها واتخاذها مباشرة فور انتهاء المؤتمر. أيضا الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي وذكرنا أن السيد رئيس الوزراء أكد أن هو إلغاء دراسة إلغاء كافة القيود على حركة التجارة الخارجية، وده مطلب مهم جدا من قبل القطاع الخاص عشان حركة المصانع والتزام بالصادرات وتحقيق المستهدفات في إطار الحقيقة وصول وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وبالتالي التزامات المصانع وحركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي جدا جدا، حركة المصانع تسير، حركة ومعدلات الانتاج المستهدفة تتحقق. شفنا قد ايه مصر حققت معدل نمو مرتفع جدا، واشاد بيه صندوق النقد والبنك الدولي 6.6% في العام المالي الماضي. البنك الدولي توقع ان مصر تحقق 4.8% العام المالي الحالي اللي هو 23/24. وبالتالي الحقيقة ده كله بيصب ان احنا كل توقعات مؤسسة الدولة ستاندرد اند بورز، اكبر مؤسسة تصنيف مالي عالمي، تصنيف ائتماني عالمي، ثبتت الحقيقة التصنيف الائتماني لمصر عند دي، ونظرة ده المهم نظرة مستقبلية مستقرة. ده كله بيعكس ان كل المؤسسات وكل المؤشرات الاقتصاد القومي بتحظى بإشادة وتأييد وإشادة من قبل المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف. الحكومة تتخذ وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي. وأيضا أستاذ خليفة، ألا تتفق معي أن حزمة الإجراءات الجديدة التي نفذت اليوم بتكليف من فخامة السيد الرئيس جاءت في إطار تحفيز المواطن المصري أو تحفيز الأيدي العاملة داخل القطاع الحكومي على الإنتاج الأفضل، على الأداء الأفضل داخل منظومة العمل الحكومي؟ بكل تأكيد، يعني لما نقول 6 مليون زي ما أشار فخامة السيد الرئيس المؤتمر في المؤتمر الاقتصادي، وأشار إلى 6 مليون تقريبا في الجهاز الإداري المدني للدولة، فلما يتم رفع الحقيقة الحد الأدنى زي ما أشرنا في أبريل، ثم الوقت في أول السنة المالية، ثم الآن إلى 3000، فكل ده تشجيع والحقيقة تحفيز لهذا للجهاز الإداري للدولة للقيام بدوره المهم جدا، لأن هو المنوط به تنفيذ كل التوجيهات وكل السياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة. فالمهم ان هو ده، وخاصة ان ده بيتصاحب مع تدريب ورفع كفاءة هذا الجهاز. فالحقيقة ده بيعكس قد ايه اهتمام الدولة برفع كفاءة هذا الجهاز وتوفير مستوى ملائم منه من الدخول مناسب لها من الدخول. وبالتالي ده نقطة مهمة جدا زي ما حضرتك اتفضلتي. وايضا الحقيقه كافه فئات المجتمع زي ما حضرتك اشرت الى حزمه الاجراءات الاخرى اللي تم الاعلان عنها. نعم، يعني دعم الاسر على بطاقات التموين، استمرار الاسعار الساريه للكهرباء، كلها يعني تصب في مصلحه المواطن، والهدف منها الحصول على رضا المواطن خاصه في ظل الاوضاع الاقتصاديه المتازمه في الوقت الحالي، كلها اجراءات تدعم المواطن المصري من الاساس. نعم، الكهرباء كمان حضرتك اشرت الى، الحقيقه احنا ما اتكلمناش بكفايه عن تسديد اسعار الكهرباء لحتى نهايه السنه الماليه في يونيو القادم، وكان قد سبقها يعني تثبيت اسعار نعم. البنزين والسولر، يعني قبل ايام صدر نعم. هذا القرار. ولما نعرف ان اسعار الطاقه الحقيقه هي اللي بتمثل دلوقتي ارتفاع كبير جدا جدا على المواطن في منطقه اليورو وفي كثير من دول العالم، ف
ده نقطة مهمة جدا ان انت تثبيت اسعار الطاقة اللي هي زي ما حضرتك اتفضلت منتجات البترولية البنزين والسولار وما الى ذلك، بالاضافة الى تثبيت ايضا اسعار الكهرباء. كان تم تثبيت اسعار الكهرباء من قبل مول السنة المالية حتى نهاية العام، فمدها تاني 6 شهور اخرى، فده مهم جدا ويصب لصالح المواطن ويعكس قد ايه الدولة عازمة على تحمل الاعباء ارتفاع التكاليف وارتفاع الاسعار عالميا عن بكل تأكيد. لا تدخر الدولة المصرية والقيادة السياسية للدولة المصرية أي جهد في تخفيف الأعباء على المواطن والإحساس أو الإعراب عن إحساسها بالمواطن. الأستاذ خليفة أدهم الكاتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، نشكر حضرتك جزيل الشكر.